شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى البحوث المهمة التي وقعت محلا للتساؤل منذ العهود الغابرة وإلى هذا اليوم هي مسألة دور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في عهد الغيبة، هذه القضية في الوقت الذي تحمل طابعا عقائديا في الوقت ذاته تحمل طابعا عمليا وترتبط بسلوكنا نحن منذ أن نفتح أعيننا في الصباح وإلى أن نغلق أعيننا في المساء. أتحدث باختصار حول بعض أبعاد هذا الموضوع ضمن فصلين. الفصل الأول: دور الإمام المهدي في عهد الغيبة، وهذا بحث نظري. والبحث الثاني: كيف نستفيد من وجود الإمام المهدي في عهد الغيبة، وهذا بحث عملي. الفصل الأول: دور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. لبيان هذا الدور نقدم ثلاث مقدمات.
المقدمة الأولى أن القرآن الكريم يثبت أدواراً في إطار عالم الطبيعة للأشياء كما يثبت أدواراً للأشخاص. هنالك أشياء في هذا العالم لها دور، وهنالك أفراد في هذا العالم لهم دور. نمثل بمثالين. المثال الأول: من هو الشافي؟ الشافي هو الله. القرآن الكريم يقول: وإذا مرضت فهو يشفي. فالشافي هو الله. نقل لي أحد العلماء جديداً، والقضية نقلها لي أحد المؤمنين قديماً أيضاً، قال أنه كان هنالك طبيب معروف. هذا الطبيب عندما كان يأتيه المرضى كان يكتب لهم الدواء العلاج، ثم بعد ذلك في ورقة كان يسجل أسماءهم. قالوا له: لماذا تفعل هذا العمل؟ قال الطبيب: أنا أعتقد أنني وأن هذه الأدوية كلها عوامل ظاهرية، وأن الشفاء بيد الله تعالى. أنا أكتب أسماء هؤلاء المرضى حتى في صلاة الليل أدعو لهم. شوفوا حقيقة شلون روحيات. هذا الطبيب كان في إصفهان، وهذه القضية نقلها لي جديداً السيد الإمامي حفظه الله. في صلاة الليل هذا الطبيب يدعو لهؤلاء المرضى واحداً واحداً حتى الله يشفيهم. وإذا مرضت فهو يشفي. ولكن القرآن الكريم يثبت وجود دور للشفاء في الشفاء لأشياء في هذا العالم. الله تعالى في آية يقول: فيه شفاء للناس. هذا الجماد يخرج من بطن حيوان، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. هذا الجماد الذي يخرج من بطن حيوان الله جعل فيه الشفاء. هذا هو المثال الأول، وهو إثبات القرآن الكريم أدواراً للأشياء. والقرآن الكريم أيضاً، هذا المثال الثاني، يثبت أدواراً للأشخاص وللأفراد. من هو الذي يقبض الأرواح؟ الله. الله يتوفى الأنفس. ولكن القرآن الكريم يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالله المتوفي وملك الموت هو المتوفي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وجود دور
لأفراد أو لأشخاص في هذا العالم لا ينافي التوحيد الأفعال لله تعالى. لماذا لا ينافي؟ لأن فاعلية هذه الأشياء أو الأفراد فاعلية مكتسبة وفاعلية غيرية، بينما فاعلية الله تعالى فاعلية ذاتية، ولا منافاة بين فاعليتين إحداهما ذاتية والأخرى غيرية. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة في ضمن إطار عالم الطبيعة، لا تنافي بين فاعلية وفاعلية كما لا تنافي بين فاعلية الأفراد والتوحيد الأفعالي لله تعالى، لا منافاة بين فاعلية وفاعلية. المنافاة بين الفاعليتين إنما تكون إذا كانت الفاعليتان عرضيتين ومستقلتين، هنا أكو منافاة، لأنه يوجب اجتماع علتين مستقلتين عرضيتين على معلول واحد، وهذا محال. أما إذا فرضنا أن هاتين الفاعليتين أو هذه الفاعليات كانت فاعليات طولية وبعضها كان في طول البعض الآخر، فلا منافاة بين فاعلية وفاعلية. بعد هذه المقدمات الثلاث نقول باختصار إن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يمثل الحلقة الأخيرة في الفاعليات الطولية في إطار عالم الإمكان. يعني هنالك فاعلية الله تعالى جعلها في هذا الكون، ونحن موظفون أن نلجأ إلى هذا الشيء أو نلجأ إلى هذا الشخص باعتباره سبباً ظاهرياً جعله الله. من الممكن أن تكون خلف هذه الفاعلية فاعلية ثانية، وخلفها فاعلية ثالث، ولكن آخر علة فاعلة ومؤثرة في هذا الوجود في إطار عالم الإمكان هي إرادة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. الإرادة التي يريدها الإمام المهدي، هذه الرواية كلكم قاعدة تقرؤونها، وهذه الرواية رواها المحمدون الثلاثة. المحمدون الثلاثة يعني محمد ابن يعقوب الكليني في كتاب الكافي، ومحمد ابن الحسن الطوسي في كتاب التهذيب، والشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه. هذه الرواية أو الزيارة التي تقرؤونها في المفاتيح، من جملة عبارات هذه الزيارة إرادة الرب في مقادير أموره
تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. الإرادة الإلهية في هذا الكون تصدر من بيت الإمام المهدي صلوات الله أو من المكان الذي فيه الإمام المهدي. هذا هو الدور، يعني بعض الدور الموجود للإمام المهدي في هذا الوجود وفي هذا العالم، وهذا لا ينافي أن تكون هنالك فاعليات أخرى في هذا الكون. لماذا؟ لما ذكرناه في المقدمة الثالثة من أن هذه الفاعلية طولية لا عرضية. هنالك مثال معروف يمثلونه، يقولون: أنتم تقولون كتب قلمي، وبعد ذلك تقولون كتبت أناملي، وبعد ذلك تقولون كتبت أصابعي، وبعد ذلك تقولون كتبت يدي، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وبعد ذلك تقولون كتبت. أكو منافات بين هذه الجمل؟ ماكو منافات. الروح الحقيقية التي تكتب هي روحكم، ولكن هذه في طول هذه الروح فاعليات مؤثرة. من الممكن أن تكون هنالك عوامل طبيعية وظاهرية، ولكن الروح الأخيرة المهيمنة المؤثرة الفاعلة هي إرادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا بحث باختصار حول الموضوع الأول. الموضوع الثاني: كيف نستفيد من وجود الإمام المهدي؟ هذا هواي مهم. هذا الرجل الذي يملك هذه القدرة الكونية جدا، الرجل الذي الله تعالى أعطاه مقاليد الكون، هواي إلك. كيف نستفيد من هذا الوجود؟ نذكر أربعة مقدمات أو أربعة مقدمات. المقدمة الأولى، وهذه مقدمة مهمة: التوجه إلى النقص والقصور والفاقة والحاجة. هنالك بعض الأفراد ما عندهم هذا الشعور. إذا واحد، الآن نجيب مثال، إذا واحد يعاني داء في بدنه، والعياذ بالله يعاني من الداء الخبيث، ولكنه لم يشعر بذلك. هذا الداء له وجود واقعي، ولكن ما له وجود في عالم الذهن. هل يتحرك؟ إذا واحد ما شعر بالفقر والحاجة، إذا واحد، علماء الأخلاق يقولون أعداء الفرد أو من أعداء الفرد الشعور بالاكتفاء، واحد يشعر أنه مكتفي. إذا واحد شعر أنه مكتفي من الناحية العلمية، بعد يتحرك نحو طلب العلم؟ بعد ما يتحرك. إذا واحد شعر أنه لا يعاني شيئا، ما عنده مشكلة، ما عنده فاقة، ما عنده نقص، هذا يظل في مكان ولا يمكنه أن يستفيد الاستفادة الكاملة من هذا الوجود.
إحنا نشعر بهذا الشعور، الشعور بالفاقة في لحظات الاضطرار. لحظات الاضطرار يعني شنو؟ يعني إذا واحد ضيع في الصحراء، هنا يشعر أنه في حالة خطر. إذا واحد عنده مريض خطر في العناية، واحد عنده طفل في العناية في وضع جدا خطر وبين الحياة والموت، واحد في هذه الحالة يشعر بالاضطرار. إذا واحد في الصحاري، الإخوة اللي الآن دا يروحون إلى كربلاء، بعضهم نقل لي أننا رأينا الموت بأعيننا من العطش في تلك الجبال المهولة، واحد يشعر بالاضطرار ويشعر بالحاجة. هذا الشعور إحنا يراودنا في بعض الأحيان، ولكن أولياء الله سبحانه وتعالى دائما يشعرون أنهم في حالة اضطرار وأنهم في حالة فاقة وأنهم في حالة حاجة. إحنا من أول الليل ننام إلى آخر الليل، ليش؟ لأنه ماكو هنالك شيء يؤرقنا. أما إذا واحد إن شاء الله الله لا يبتليكم عنده مشكلة ما يقدر ينام، عندما ينام بعد 10 دقائق 20 دقيقة يقوم من النوم. ليش؟ لأنه يشعر بالخطر. أولياء الله سبحانه وتعالى عندهم هذه الحالة. إحنا نفهم قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني إذا عندنا مريض، بينما أولياء الله سبحانه وتعالى يفهمون أنهم دائما في حالة اضطرار. هذا الشعور كامن في أعماقه، ولذلك بمجرد ما ينام بعد نصف ساعة يقوم منه، لأن هذه حالة الاضطرار الباطنية تقوم من منام. الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه لا بأس أن نذكره ولو هذا خارج عن محل بحثنا، كان ينقل قضية مطولة آخرها أنه اثنين تصاحبا، فالأول نام الثاني ما نام، بعد مدة قام ذاك شاف هذا قاعد، قال له ما تنام؟ قال له ما أقدر. نام مثل الأول، بعد مدة قام شاف الثاني قاعد أيضا، وهكذا. بعدين قال له ليش ما تنام؟ قال انظر وكشف له الغطاء فوجد أن جميع الأشياء تسبح بحمد الله، الجدار دا يسبح، الشجر دا يسبح، اللحاف دا يسبح إلى آخر. قال شلون أنام أنا اللي أعيش في هذا العالم اليقظ؟ هذه الحالة. الشعور بالاضطرار، الشعور بالحاجة، هذه هي المقدمة الأولى للاستفادة من وجود الإمام المهدي. واحد يشعر أنه محتاج، واحد أنه يشعر في حالة فاقة، واحد يشعر أنه في حالة اضطرار، هذه هي المقدمة الأولى. أما إذا واحد شعر أنه الحمد لله من جميع الجهات مكتفي، وماكو هنالك أي خطر، وماكو هنالك أي نقص، وماكو هنالك أي فاقة، يروح ينام من أول الليل إلى الصباح. هذه الحالة المقدمة الأولى
ينبغي أن نحاول أن نوجد هذه الحالة في أنفسنا. المقدمة الأولى الشعور بالفاقة والإضطرار والنقص والقصور والحاجة. المقدمة الثانية التوجه إلى القوة والغنى والقدرة عند الإمام. الإمام مو فرد عادي، الإمام بنظرة واحدة يمكن يغير حالنا. كما قلنا إن الله تعالى جعلهم مظاهر مشيته. هذا المقدمة، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة محاولة إيجاد القابلية. القلب الملوث هذا ما إلى قابل، الباطن الملوث ما إلى قابل، العين الملوثة ما إلها قابل، الأذن الملوثة ما إلها قابل. هذا يحتاج إلى إيجاد القابلية وإيجاد الطهارة على الأقل في مرتبتها الأولى اللي هي مرتبة جدا مشكلة، ولكنها في ذات الوقت ممكن. على الأقل واحد ذنوب لا يعلم، ذنب لا يعلم، ذنب بعينه، ذنب بأذنه، ذنب بقلبه، ذنب بلسانه. نقل لي أحد العلماء جديداً كان ينقل أنه كان هنالك واحد، حقيقة واحد عندما يشوف تاريخ الماضين يجد دقة عجيبة في أحواله، دقة كانت في أحواله في لفظهم، يعني اللفظ عندما كان يقول كان يفكر في ذلك اللفظ ثم بعد ذلك يتلفظ أو لا يتلفظ. كان يقول كان العالم الفلاني هذا أحيانا إحنا نهدد أطفالنا، والنظير هذه القضية أيضا تنقل عن الحاج آغا حسين القمي رحمة الله عليه، نظير هذه القضية. كان يقول كان عندما كان يهدد أطفاله مثلا لعمل عملوه، إحنا نقول أجي مثلا أأدبك أضربك. هذا العالم كانت هنالك شبهة الكذب في هذا الكلام، شبهة طبعا مو معلوم أن يكون كذب، لأن أكو كلام أن الوفاء بالوعيد مو واجب. فكان يقول فلان لا تعمل هذا العمل، أجي أضربك. كان يشوف يمكن يكون هذا كذب، بعدين كان يقول أفرض، أخير كلامه كان يقول أفرض. حاجة حسين القمي نفس الشيء كان يقول فارزكم، احتمال دارت أنه أجي أأدبك لطفل. هذه الدقة حتى كذب لا يكذب، غيبة لا يغتاب، نميمة لا تصدر منه، نظرة محرمة واحدة لا تصدر. هالشكل كانوا يواظبون، وهالشكل كانوا يراقبون. كان يقول الأطفال هذا العالم كانوا متعلمين، عندما كان يهدي الطفل يقول أجي أدبك، هو الطفل كان يقول أفرض، يعني قبل ما هذا العالم يقول أفرض يا فارس كون، هو الطفل كان يقول فارس كون، يعني الطفل لم يدري أنه هذا محتمل الجانب. على كل حال تطهير البدن
وتطهير الباطن بقدر الإمكان. إذا أكو راديو فيها عطب يمكن سلك من أسلاكه مقطوع، هذا ما إلى قابلية لتلقي هاي الأمواج الموجودة في الفضاء. القلب اللي فيه عطب أيضا ما إلى قابلية. هذه النقطة الثالثة. والنقطة الرابعة الإلحاح والتوسل، أنه واحد يلح ويلح ويتوسل حتى تشمله العناية. هذه مقدمات أربع. إحنا في الواقع ينبغي علينا في جميع شؤوننا، قضايانا الدنيوية، قضايانا الأخروية، القضايا الفردية، القضايا الاجتماعية، القضايا العائلية، نحاول أن نحلها. إذا واحد أراد الدفء بدون التوجه إلى الشمس يمكن؟ ما يمكن. الله يقول أنا جعلت الشمس في هذا العالم الطبيعي مخزنا للدفء، إذا تريد روح أخذ منها. أما إذا قعدت في غرفتكم وما رحت، ذلك الدفء الذي يحصل بالتوجه لا يحصل لك. الله يقول أنا القضايا أوكلتها إلى الإمام المهدي وجعلتها بيد الإمام المهدي، أنت روح أي شيء تعمل أنا ما أدير لك. إحنا يجب علينا أن نحاول وأن نلح. أنقل قضية واحدة في هذا المجال وأختم الموضوع. هذه القضية، كان هنالك أحد العلماء الكلام أن توجه واحد يمكن أن يحل عقدة مهمة من عقد حياتنا. كان هنالك عالم من العلماء في مشهد يقال له السيد محمد باقر الدامغاني. هذا العالم ابتلي بداء يقال له السل من الأمراض الخطيرة. وفي ذلك الوقت اللي العلاجات ما كانت، كان جدا داء مؤذي. وهذا الداء استمر معه أعوام وأعوام، وكلما راجع الأطباء أحيانا يصير عقدة في حياة الفرد ما تنحل. الله يقول أنا هاي العقدة ما حل إلا بتوجه. يحتاج إلى توجه. كلما راح إلى الأطباء إلى الدكاترة العلاجات ما كان يفيد، ويوم بعد يوم كان يضعف وبدن يذوب، إلى أن الأطباء قالوا بعد أمل في علاجك ماكو. هذه الحالة جدا حالة مؤذية، واحد يشعر بعد أمل ماكو. أحيانا واحد يشعر بالانهيار، يعني بعد ما يقدر يقوم من مكانه عندما يشعر بفقدان الأمل. قالوا بعد أمل ماكو. يقول في يوم من الأيام قذفت دم كثير من صدري، جدا كنت متأذي، فجئت عند أستاذي المرزا مهدي الإصفهاني اللي كان في مشهد. هذا إلى قضية مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هذا الأستاذ. وكثير من هذه البركات في إيران متعلقة بهذا الرجل، التوجه إلى الإمام المهدي. يقول إجيت إلى أستاذي وقعدت عنده وشكوت له حالتي وضعفي وفقدان أملي، فيقول هو جثى على ركبتيه
يعني كان قاعد قاعدة طبيعية، بعدين قاعد على ركبته وقال لي أنت مو سيد، لماذا لا تلجأ إلى أجدادك الطاهرين؟ أنت مو من شيعة المهدي المنتظر، ليش ما تلجأ إلى بقية الله حتى يحل لك هاي المشكلة؟ المهم أخذ يتكلم ويتكلم، ألا تعلم أن أئمة أهل البيت أسماء الله الحسنى؟ ألا تقرأ في دعاء كميل يا من اسمه دواء وذكره شفاء؟ أنت مو سيد، أنت مو شيعي، أنت مو مسلم، الآن قوم اذهب إلى بقية الله واطلب من حل هذه المشكلة. يقول أنا ما أخذتني حالة العبرة، واحد عندما يصير مريض قلبه يصير رقيق أيضا، عموما واحد في المشاكل قلبه يصير رقيق. المهم يقول قمت وأنا أبكي وأفكر أنه الآن دا أروح باتجاه الإمام المهدي، وين أروح؟ يقول فكرت أن أذهب إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه. يقول رحت هناك، دخلت في الحرم يعني في الصحن، صحن كهنة، صحن العتيق. يقول دخلت هناك وشفت وضع آخر، مو الوضع المعتاد، هذا عالم المكاشفة، أنه أفراد ماكو، الوضع الطبيعي مو موجود، وأكو فالجماعة قليلة دا يمشون وأمامهم رجل. ألهم في قلبي أن هذا الرجل هو الإمام المهدي، إلهام، فشفت أنه ذول الجماعة دا يرحون، فقلت الآن الإمام يروحوا أنا ما نلتو بغيتي، ففكرت أنه أنادي الإمام حتى يلتفت إلي. بمجرد ما خطر هذا الخاطر في بالي وإذا بذلك الرجل يلتفت إلي وينظر إلي النظر بجانب عينه، نظرة واحدة بدون أي كلام، لا أنا تكلمت كلاما ولا هو تكلم كلاما، نظرة واحدة. يقول بمجرد ما نظر إلي وإذا بالعرق يتصبب من بدني. يقول لحظة واحدة كانت وإذا بالصحن يعود إلى حالته الطبيعية، حالته الطبيعية، الناس وكذا، شوف الذولاك الجماعة مو موجود، وإذا بي أعود إلى نفسي وأجد ألا أثر لذلك المرض بالمرة. ويعود إلى بيته ووضعه طبيعي. واحد من أصدقائه كان يقول رأيته وقد عاش إلى أعوام ووضع تبدل، وبدت عليه منذ تلك اللحظة الصحة الكاملة، وعاش أعوام بخير وعافية. هذه قضية السيد محمد باقر الدامغاني في مشهد، يمكن هاي القضية قبل مثلا 60 عام أقل أكثر، يعني مو قضية تاريخية قديمة. أكو هنالك قضية أخرى تعبر عن لون آخر أيضا ننقلها، الحاجة حسين القمي اللي ذكرنا لكم احتياطه وورعه، جدا كان ورع حقيقة في أعماله. عندما كانوا يسألوا ساعة كم كان يقول فرض كنيد ساعة 9:15، يعني أفرض أنه ساعة 9:15، لأن يمكن الساعة تكون خطأ مو 9:15، هالشكل كان دقيق في كلامه. هذا ناقلين في أحواله أنه كان يعتقد أن أقوى دعامة، وهو حقيقة هالشكل، لكن إحنا أحيانا نعتقد
وأحيانا لا نشعر بذلك. بله، نقل أحد العلماء الكبار الآن موجود، قال رحت ورأيت بعض الأشياء المهم فشككت في ديني وإيماني، فشفت ثلاثة من الأفراد فعاد إلي إيماني، واحد منهم الحاج آغا حسين القمي. هذا كان يعتقد هذا الاعتقاد الذي يجب أن يكون عندنا، أن أقوى دعامة له في حياته وجود الإمام المهدي وعناية الإمام. كان يعتقد هذه هي الدعامة التي تسنده وتنجيه وتنقذه. في قضية كان جاي إلى طهران، في قضية البهلوي الأول وجهاده الكبير في تلك القضية، فحوصر في طهران، حبسوه في طهران، لا خلوه يرجع ولا خلوه يروح هناك. هو ما يعرف واحد هناك، ومقطوع، يعني مقطوع كان، مال ما عنده. فالبهلوي بعث واحد إلى ذاك الرجل، إجا مع جماعة وجاب له تشيك أبيض. قال البهلوي يقول أنتوا أي مقدار تردون تكتبون كتبوا. الحاج حسين القمي قال أنه أنا ما أخذ أموال الدولة إطلاقا، هذا من احتياطه أيضا، مع أنه كان محتاج في ذلك الوقت وفي أشد الاحتياج، أنا ما أخذ. قال له إذن منين تعيش أنت منقطع؟ قال أنا أعتقد أن الإمام الحجة لا ينسى رعيته، شوفوا العبارة، ما يقول جنده، مرجع تقليد، جندي من جنود الإمام المهدي، ما يقول أنا جندي من جنوده، يقول أنا واحد من رعيته. الإمام المهدي لا ينسى رعيته. دول اللي كانوا موجودين إيمانهم ضعيف ضحكوا من هذا المنطق. ولكن تلك الإرادة التي هي خلف كل شيء تهيئ الأسباب الظاهرية. كان هنالك رئيس شرطة في شهر الري، هذا عندما يشوف منهج السيد القمي وأسلوبه منهجه في الحياة ينشد إليه انشداد. المهم يتكلم مع بعض تجار طهران أنه السيد هنا وضعه غير مناسب ومنقطع، وأنتوا إذا تردون تدفعون شيئا للسيد أنا حاضر أوصله وأغامر بذلك، لأن هذه مجازفة كانت من هذا الرجل، أنا أجازف بذلك. فيطول مبلغ من المال، هذا الرجل يأخذ هذا المال ويضعه في جورابه. وبعدين كان قايل أنا عندما ذهبت إلى السيد القمي ودخلت عليه كنت خائفا، لأنه إذا فتشوني ووجدوا هذا المال لعله كانوا يأخذوا يعدموا مثلا. ما كانت هنالك ضوابط في ذلك الوقت. فيأتي بهذا المال ويضعه في جرابه ويدخل على السيد القمي بحجة من الحجج ويقدم له المال. السيد القمي عندما يقدم له المال يقول أنا كنت أعلم أن الإمام لا ينسى رعيته. على كل حال الإمام لا ينسانا، ولكن في الآية الكريمة فاذكروني أذكركم. إحنا في اليوم كم مرة نذكر الإمام المهدي؟ عندما نقنت في قنوص صلواتنا هل نذكر الإمام المهدي؟ هل نقرأ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن؟ عندما نبدأ ببحوثنا العلمية هل نقول يا حجة ابن الحسن أدركني؟ أكو هنالك بعض الأفراد الإمام الحجة له حضور دائم في أذهانه،
حتى شايف أنا بعض الطلبة الدفتر أول ما يريد يكتب بحوث العلمية يقول يا حجة ابن الحسن أدركني، أول بحث يبدأ باسم الإمام الحج أو يبدأ باسم الله سبحانه وتعالى، يا الله يا معين، ما أدري شايفين بالجواهر لولا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم أول مثلا كتاب فلان، يا معين أعن. التوجه إلى الله تعالى والتوجه إلى أولياء الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة حالة مهمة جدا، ينبغي علينا أن ننميها في أنفسنا. فاذكروني أذكركم. وأكو هنالك كتاب لطيف، الإخوة إن شاء الله يحاولون أن يهيئوا هذا الكتاب ويطالعونه، وعنوان هذا الكتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للإمام باللفظ الخاص الذي يقام عنده. فكتاب ضخم في مجلدين، فوائد الدعاء للإمام، أنه واحد لا يغفل عن الإمام ويدعو للإمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مشمولين بعناياته وألطافه، وأن لا يحرمنا فيضه ورأفته. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهاتي. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدنيا.